بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي المشاهدين بذكرى ضربة أمير المؤمنين وقائد القر المحجلين سلام الله عليه. نلتقيكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة من أول ليالي القدر، ونقول لكم تقبل الله أعمالكم، ونلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله ليلقي علينا ورقة بحث، بعدها إن شاء الله نتقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على ورقة البحث التي سوف يطرحها سماحة الشيخ. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، عظم الله أجورنا وأجوركم. أجرنا وأجرك، تفضل سماحة الشيخ تلغي ورقة البحث إن شاء الله. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين الميامين المظلومين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. صلى الله عليك يا مولاي أمير المؤمنين، صلى الله على روحك وبدنك، ولعن الله قاتليك لعنا مترادفا متواليا أبدا. نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإنه في هذه الليلة أولى ليالي القدر، أولى الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وقع على شهيد المحراب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقع ذلك الاعتداء الآثم من ذلك المارق الشقي أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، حيث سل سيفه وضرب رأس أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في حال السجود. في هذه الليلة إذ نستذكر هذا المصاب، هذا المصاب الذي أصيب به أهل السماء قبل أن يصاب به أهل الأرض. لقد ضج أهل السماء وملائكة الله في هذه الليلة،
أن تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة حري بهذه الأمة أن تقف مع نفسها وقفة مراجعة للذات، مراجعة للمعتقد، مراجعة للفكر، مراجعة للموقف من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومناوئيه وشانئيه ومبغضيه والخارجين عليه. علي هذا هو المظلوم الذي لم تعرف الأمة بعد قدره. علي هذا هو المجحود حقه. علي هذا هو الذي خانته هذه الأمة وارتدت عنه وعن ولايته، وهي إلى اليوم تصر على أن تستنزل على نفسها اللعنة بإعراضها عن الاعتراف والإيمان بإمامة أمير المؤمنين الوصي الشرعي الخليفة الشرعي لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. كل مسلم وكل مسلمة اليوم بحاجة إلى أن يقف هذه الوقفة مع الذات ويسأل نفسه: ما موقفي من علي؟ وما موقفي كذلك من مبغضي علي والمحاربين لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ إنها لردة نقولها بملء الفم. الأمة التي أعرضت عن ولاية أمير المؤمنين والاعتراف به خليفة شرعيا بعد النبي بلا فصل، والإقرار بأنه إمام معصوم مفترضة طاعته على الخلائق بنص من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، هذه الأمة أوقعت نفسها في ردة. لقد بويع هذا الخليفة الشرعي في يوم الغدير، وطالب رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسلم أن يسلم إليه مقاليد الأمور وأن يبايعه على هذا الأساس، على أن يسلم نفسه إليه. كان ذلك أمرا واضحا من النبي صلى الله عليه وآله حين قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. حين يقول النبي مخاطبا إياك: أنا أولى بك من نفسك، ثم يعطف على ذلك قوله: إن عليا في نفس مقامي، فمن كنت أنا مولاه فهذا علي كذلك مولاه، فضعه في مقامي فهو أولى بك من نفسك. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يدعوك لأن تسلم نفسك لعلي، هو أولى بنفسك هذه التي تملكها أنت، هو يملكها بالأولوية. معنى ذلك أن كل مقاليد الأمور، كل أزمة الأمور دينا ودنيا تسلم بيد علي قائدنا وأميرنا وشفيعنا الذي
جهل حقه إلى اليوم. لم تعرف الأمة إلى اليوم من يكون علي. علي الذي كان يشكو بعد رسول الله الأمة ارتدت عنه، ظل وحيدا غريبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه ليلة مهم أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة، لنلتفت إلى علي، لنرجع إلى ولاية علي صلوات الله عليه، حتى نضمن لأنفسنا الجنة إن شاء الله تعالى، نضمن لأنفسنا العزة والكرامة. أمتنا لم تنحدر إلى هذا المنحدر اليوم، ولم تتأخر عن ركب الأمم إلا لأنها أعرضت عن علي، فاستحقت دعاء النبي عليها حين قال: واخذل من خذله. خذلت هذه الأمة عليا، فلذلك هي مخذولة. انظروا اليوم إلى هذه الأبواق الإعلامية المخالفة لعلي، التي تحاول إبعاد الناس عن معرفة علي صلوات الله عليه، معرفته كإمام معصوم، خليفة لله، حجة لله، ولي لله تعالى علينا. تريد أن تحجم عليا وتصوره بصورة رجل من صلحاء المسلمين لا أكثر ولا أقل، شأنه شأن من تقدم، فهو على هذا الأساس خليفة رابع. وأن ما يزعمه الشيعة من أن الواجب الديني على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد بهذا الإمام المعصوم، يعتقد بإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله، أنه إمام الدين والدنيا، هو وأحد عشر من ولده المعصومين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، يريدون أن يقولوا للناس: هذا اعتقاد مبتدع، هذا اعتقاد زائف، ليس اعتقادا أصيلا، ما بهذا جاء الإسلام. هذه مؤامرة عليكم أيها الناس. الحق الحق أن عليا هو الإمام، هو الحجة، هو المعصوم، وإمامة من غيره ممن تقدمه إمامة باطلة غير شرعية. الحديث في هذا يطول، لكن ارتأينا في هذه الليلة، وإن شاء الله إن أبقانا الله تعالى الليالي القادمة، أن ندافع عن ولاية علي صلوات الله عليه،
وأن ندافع عن حقه، حقه المسلوب. في هذه الليلة نتطرق إلى جزئية أو مفردة واحدة فقط، تمثل ردا على ما تشيعه بعض هذه الأبواق الناصبية الخبيثة. إحدى هذه القنوات الفضائية التي يديرها صعلوك من الصعاليك موجود في لندن، هذه القناة التي بدأت وانطلقت وما زالت تمول بدولارات الطغمة الحاكمة في الجزيرة المحمدية، تمول بالنفط الذي سرقته هذه الطغمة من الموارد التي هي بالأصل للشيعة في المنطقة الشرقية، ووظفت ذلك النفط لتغذية أمثال هذه القنوات التي تقوم بدور خبيث في مزج الحق بالباطل وإبعاد الناس عن ولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة. هنالك جدل أثارته هذه القناة الهابطة التهريجية في هذه الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع، أنه أنتم الشيعة تقولون بأن إمامة علي أصل من أصول الدين، وأن من لا يؤمن بذلك لا يكون مسلما أو مؤمنا حقا. فعلى هذا يكون الذين خرجوا على علي أو حاربوه في الجمل وصفين والنهروان أولى بأن يقال عنهم أنهم مرتدون، لأنهم أنكروا هذا الأصل من أصول الدين. ونحن لا نجد في كلمات علي في نهج البلاغة أنه وصف محاربيه في الجمل وصفين والنهروان وصفهم بالمرتدين، ولم يحاربهم على هذا الأساس. فلو كان لكلامكم صحة لكان ينبغي أن نجد دليلا فيه أن علي عليه السلام يحكم بارتداد من حاربه على الأقل، فضلا عمن تقدم عليه، فضلا عمن خالفه ولم يذعن بأحقيته وإمامته. يقولون نحن قلبنا نهج البلاغة فلم نجد فيه شيئا من هذا القبيل. وهذه القنوات كما تعلمون تستحضر من يدعى أنه يمثل الجانب الشيعي وما هو بممثل حقا للجانب الشيعي، مجموعة من المنحرفين يستحضرونهم لكي يمثلوا الجانب الشيعي، أو مجموعة ممن لا علم لهم ولا معرفة ولا اطلاع ولا خبرة في مثل هذه المناظرات وفي مثل هذه المسائل حتى يظهرون التشيع ضعيفا، لا يتيحون المجال مثلا للعلماء الحقيقيين
ولا يعطونهم الحرية في الكلام. هذا ما كان يلجئنا إلى أن نؤسس قناة أخرى ونتحمل الصعاب في هذا الجانب ونقترض ونستذبح أنفسنا من أجل أن يخرج هذا الصوت، لأن المشكلة أن الطرف المعادي يملك من القنوات والوسائل الكثير وما من حيادية ولا إنصاف، فلا يصل صوتك، لا يصل صوتك الرافضي الحقيقي. وتجدهم على مدى أيام الآن يدندنون حول هذه النقطة ويصرخون ويضجون، أين حكم علي بارتداد الصحابة على تعبيرهم؟ أين وصف الصحابة على تعبيرهم بالارتداد؟ إنه لم يصف حتى محاربيه بالارتداد، أين هو هذا؟ وجعلوا المحتكم إليه حصرا نهج البلاء. هذه في بادئ قولنا نقول هذه بحد ذاتها ليست منهجية علمية، أن تقول إني أطالبك حصرا من نهج البلاغة بأن تأتي بدليل على أن عليا قال عن محاربيه ومخالفيه ومجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم مرتدون، ارتدوا كما تقولون أنتم. يقولون لا تأتي لنا بالكافي الشريف مثلا. الكافي نعم فيه روايات أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدوا جميعا إلا ثلاثة، ولا يكمل طبعا بقية الروايات التي تبين أنه نعم إلا ثلاثة وثم رجع الناس بعد ذلك رجعوا شيئا فشيئا، وبدأ بعضهم يراجع نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويتذكر بيعة الغدير ويرجع ويبايع عليا صلوات الله وسلامه عليه، حتى صاروا فئة من مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عرفوا بالشيعة منذ ذلك التاريخ. وعلي من هناك انطلق وأسس منظمته شرطة الخميس التي قامت بدور عظيم لكي ترجع الناس جميعا وسائر أقوام المسلمين ترجعهم إلى ولاية علي صلوات الله عليه، حتى أعيدت إليه السلطة بعد الثورة الإسلامية على الطاغية عثمان. على أي حال، إن حصر أو المطالبة بالدليل فقط من نهج البلاغة هذا يشبه أن نلزمكم بأمر ما تقولون به ونحصر المطالبة بالدليل عليه من صحيح البخاري فقط، فلا يكون ذلك الأمر الذي تقولون به من صحيح البخاري حصرا، وإنما تلقيتموه أنتم من مصادر أخرى من طرق أخرى وترون صحتها وتلتزمون بها، ونحن نقول ما دمتم لم تأتوا بهذا من صحيح البخاري فإذن أنتم مهزومون ونحن المنتصرون. هذه مغالطة، هذا ليس منهجا علميا. مع هذا نقول إن المشكلة هي في عدم الاطلاع وعدم المعرفة، وأن الطرف الذي يفترض أنه يمثل الطرف الشيعي فضلا عن انحرافه فهو جاهل، لذلك تجدونهم داخوا في أنهم كيف يستخرجون من نهج البلاغة ما يريده هذا الخصم، والحال أنه موجود في نهج البلاغة ولكن على النحو الذي سأبينه. لماذا جعل الخصم الاحتكام لنهج البلاغة؟ ما هو مبرره لذلك؟ لا علاقة لنا بداعيه لذلك، داعيه أنه قلب نهج البلاغة فلم يجد فيه وصفا من علي لخصومه ولأصحاب رسول الله أو للصحابة على تعبيرهم بأنهم مرتدون.
فرأى نفسه أنه في موقف قوي وعلى أرض صلبة، ولذلك يريد أن يناجز الشيعة بهذا الكلام، ولكنه لا يدعي ذلك، لا يدعي أن هذا هو داعي، وإنما يدعي هذا المبرر، يقول نهج البلاغة متفق عليه، نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنتم تلتزمون بأنه كلامه، كما أنه نحن من طرفنا نسلم لكم بأن هذا كلام علي. ولذا يستخرجون نصوصا من نهج البلاغة ظاهرها على فهمهم السقيم أنها تمدح أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون انظروا ماذا يقول علي. وهذا إن شاء الله نتطرق له في المستقبل ونرده بحول الله تبارك وتعالى. الشاهد هو هذا، أنه لماذا جعل نهج البلاغة حكما؟ قالوا لأننا نطمئن إلى أن هذا كلام علي عليه الصلاة والسلام، فنحن نريد أن نقف على هذا الآن، أن نستند إلى هذا الأمر. نقول هنا ملاحظة أولية، أن نهج البلاغة بالأصل ما هو؟ هو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مما فيه بلاغة وفصاحة. الشريف الرضي اختار ما وجد فيه بلاغة وفصاحة من كلام أمير المؤمنين فضمنها في هذا الكتاب وسماه نهج البلاغ. لم يدعي الشريف الرضي أنه جمع كل كلام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشريف الرضي في مقدمة أو ديباجة كتابه نهج البلاغة أشار إلى أنه ربما أخذ من الكلام الواحد لأمير المؤمنين عليه السلام فقرات وأهمل فقرات أخرى، لأن غايته كانت إنما هي الإيقاف القارئ على ما فيه بلاغة من أمير المؤمنين عليه السلام. لم يكن هذا الكتاب كتابا عقائديا احتجاجيا مثلا، لم يكن كتابا كلاميا، إنما كان كتاب بلاغة فقط، نهج البلاغة كتاب أدبي. فمع ملاحظة هذين الأمرين نعرف بأنه في داخل نهج البلاغة هنالك نصوص اقتطعت من نصوص، علينا أن نرجع إلى أصولها، نلاحظ من أين أخذ الشريف الرضي هذه الخطب وهذه الحكم وهذه الكتب والرسائل التي هي من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا أولا ماذا يقول الشريف الرضي في مقدمة كتابه. يقول: وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتابي يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. مختار، يقول هذا الذي أختاره من كلام أمير المؤمنين في جميع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب ومواعظ وأدب، علما أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام. فإذا الغاية هي ماذا؟ الإشارة إلى البلاغة، ولا يقول أنه أنا جئت بكل كلام أمير المؤمنين، بل حتى المقطع أو النص الكامل، مثلا خطبة كاملة أنا أنتقي منها ما أجد فيه بلاغة وهو في محل هذا الموضوع، وإنما وأعزل الباقي، أترك الباقي. رسالة مثلا من رسائل أمير المؤمنين عليه السلام أخرج منها شيئا وأدع شيئا آخر، وهذا للعلم يعرفه كل دارس وباحث في نهج البلاغة، حتى من طائفة أهل الخلاف. يعني مثلا محمد عبده الذي هو شرح نهج البلاغة يذكر هذا الشيء،
ويعرفه كل من بحث في نهج البلاغة وتصفحه. أساسا هو الشريف الرضي في عادة يكتب هكذا، يقول: ومن كلام له عليه السلام، ومن خطبة له عليه السلام، ومن كتاب كتبه عليه السلام. من تبعيض، يعني هذا بعض ما جاء في كلامه. ولهذا يقول: وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول متسقة ومحاسن كلم غير منتظمة، لأني أورد النكت واللمع ولا أقصد التتالي والنسق. بالفعل تجد أحيانا خطب لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتجانس، لماذا؟ لأنه أكو فقرات محذوفة. هذا نبه عليه الشريف الرضي في مقدمة كتابه. ولذلك أيضا يذكر أنه ربما تجدون بعض التكرار، وأنه أحيانا أنا أغفل وأسهو، مثل قوله: وربما بعد العهد أيضا بما اختير أولا فأعيد بعضه سهوا ونسيانا، لا قصدا أو اعتمادا، ولا أدعي مع ذلك أنني أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام، حتى لا يشذ عني منه شاذ ولا يند ناد. فإذا كلام الشريف الرضي هنا واضح، وكما بينا أنه إنما قصد إخراج بعض كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا كله. الآن هذه مقدمة مهمة جدا لفهم نهج البلاغة. طيب، شاهدنا: أين ذكر علي عليه السلام أن محاربيه مرتدون؟ الجواب: تفتح نهج البلاغة الكتاب السادس من فصل الكتب من كتب أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أمير المؤمنين، عفوا الشريف الرضي، عنوان الكتاب هذا هكذا، يقول: ومن، لاحظ ومن، ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية. يقول هذا شيء من كتابه صلوات الله عليه الذي كتبه لمعاوية عليه اللعنة. ماذا قال؟ قال: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. ولعمري يا معاوية، لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجنى ما بدا لك. والسلام. قد يقول قائل: أين هنا ذكر أن الصحابة على تعبيرهم ممن قاتلوه أو خرجوا عليه أو تخلفوا عنه أنهم مرتدون؟ الجواب: علينا أن نعثر على أصل هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي، لأنها هنا فقرات لم يخرجها الشريف الرضي ضمن هذا الكتاب. هنا فقرات تركها الشريف الرضي. لماذا تركها؟ لما بيناه في المقدمة من كلامه نفسه. طيب، إذا بحثنا نجد أن أصل هذا الكلام، أصل هذا الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية موجود في كتاب آخر
القديم هو كتاب تاريخي لواحد من أكابر المؤرخين الذين عرفوا بتوثيق موقعة الجمل وموقعة صفين وموقعة النهروان، وهو نصر بن مزاحم. هذا رجل مؤرخ متقدم على الشريف الرضي، رجل أخرج رواياته التاريخية حتى أمثال الطبري. لماذا؟ لأنه قديم. هذا الكلام الذي ذكره الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية، مأخوذ من ذلك المصدر، من نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين، مشهور معروف هذا الكتاب. هناك نجد نص كلام أمير المؤمنين كله لا فقرتين منه فقط كما فعل الشريف الرضي. لاحظوا، نصر بن مزاحم كان من مؤرخي وعلماء القرن الثاني، في حين أن الشريف الرضي كان من علماء القرن الرابع. توفي الشريف الرضي سنة 406، في حين توفي نصر بن مزاحم سنة 212. فانظروا من أين أخذ الشريف الرضي هذا الكلام، إنما أخذه من كلام من كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم. هناك نفتح في وقعة صفين الصفحة 29 على حسب الطبعة الموجودة حاليا، وهي طبعة مصرية أيضا، نجد الرواية هكذا عن نصر عن عمر بن سعد. طبعا هذا عمر بن سعد، مو عمر بن سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليهم، لا لا، واحد آخر متأخر هذا. عن عمر بن سعد عن نمير بن وعله، هذا العمهم روى عنه الطبري، عن عامر الشعبي، هذا أحد أعلام أهل الخلاف وكان ناصبا للعلم أيضا، كان من المنحرفين عن علي صلوات الله عليه. عن عامر الشعبي أن علي عليه السلام حين قدم من البصرة نزع جريرا عن همدان. جرير كان أحد الولاة في زمان عثمان، واستمر إلى أوائل عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا كان يتولى همدان، والي على همدان. أمير المؤمنين عزله عن هناك، فجاء حتى نزل الكوفة، فأراد أن يبعث إلى معاوية رسولا. أراد أمير المؤمنين بعد ما انتهى من معركة الجمل يبعث رسول لمعاوية حتى يتم عليه الحجة ويدعوه للبيعة. فأراد أن يبعث إلى معاوية رسولا، فقال له جرير: ابعثني إليه فأدعوه على أن يسلم لك هذا الأمر ويكون أميرا من أمرائك، وأدعو أهل الشام إلى طاعتك، وجلهم قومي وأهل بلادي، وقد رجوت أن لا يعصوني. فقال له الأشتر: لا تبعثه ودعه ولا تصدقه، فوالله إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم. فقال له علي عليه السلام: دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا. شوفوا، هاي مقدمة لماذا كتب أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب، حتى تعطينا صورة أنه أجواء هذا الكتاب ماذا. فبعثه علي وقال له حين أراد أن يبعثه: إن حولي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل الدين والرأي من قد رأيت، وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيك من خير ذي يمن. ائت معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه، وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وأن العامة لا ترضى به خليفة. فانطلق جرير حتى أتى الشام
ونزل بمعاوية فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا معاوية، فإنه قد اجتمع لابن عمك يعني أمير المؤمنين عليه السلام أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل العروض اللي هم عمان وأهل البحرين واليمامة، فلم يبق إلا أهل هذه الحصون يعني دمشق التي أنت فيها، ولو سال عليها سيل من أوديته غرقها، وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك من مبايعة هذا الرجل. ودفع إليه كتاب علي بن أبي طالب عليهما السلام. الآن هذا الكتاب هو الذي أخرجه الشريف الرضي، ولكن هنا نجد نص الكتاب كاملا. الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغايب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، ويصله جهنم وساءت مصيرا. إلى هنا أخرج الشريف الرضي، ولكن هنا الفقرة التي حذفت، شوفوا: وولاه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا، وإن طلحة والزبير، هنا دقق، وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما. بشر العدو أن عليا يحكم بردة طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرة عندكم. يقول بنص العبارة: وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك، على ردتهما التي تمثلت بنقض البيعة، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلي فيك العافية، إلا أن تتعرض للبلاء، فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك. وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، وحاكم القوم إلي، أحملك وإياهم على كتاب الله، فأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن. هذا اللي تقول أولا تعال أنت اقتص من قتلة عثمان ثم بعد ذلك أبايعك، هذه خدعة الصبي عن اللبن. شلون؟ تشبيه بليغ من أمير المؤمنين عليه السلام، أنه الصبي الذي يراد به أن يفطم، يأتون إليه هكذا باللبن بثدي المرأة، حتى إذا فتح فاه وضعوا فيه شيئا من الطعام حتى يعتاد على الطعام، هذا يسمى خدعة الصبي عن اللبن. فأنت تريد شيئا آخر، تريد أن تخدعنا، تريد شيئا آخر. فأما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن. هذا المقطع الذي تركه الشريف الرضي، بعد ذلك أخرج الشريف الرضي كذلك في هذا الكتاب. شوفوا هنا، بعد ما قال وولاه الله ما تولى، قال: ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك.
هنا نجد أيضا نفس النص بعد هذه الفقرة المحذوفة، قال: ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى، وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايع ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الكتاب ينص فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أن طلحة والزبير مرتدان، ويشبههما بالمنافقين الكافرين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أين حين يستخدم هذه الآية الكريمة ويتمثل بها، حتى يقول: فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين. اقرأوا سورة التوبة، اقرأوا سياق الآيات حتى تعرفوا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله الله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه العبارة الأخيرة من هذه الآية الكريمة استخدمها علي عليه السلام وطبقها على طلحة والزبير بعد أن حكم بردتهما، وهي إشارة صريحة أيضا منه إلى أنهما منافقان، كفر بصريح العبارة. فإذا عندنا الأمور على هذا الترتيب: نهج البلاغة لا يحتوي حتى في الفصل الواحد على كل كلام أمير المؤمنين عليه السلام بالضرورة، وإنما هنالك محذوف. رجعنا إلى الأصول فوجدنا أصل هذا الكتاب مرويا عند نصر بن مزاحم، وهو متقدم على الشريف الرضي بنحو 200 عام، وقد أخرج الكتاب كاملا، وهناك نجد فقرة محذوفة فيها حكم علي صلوات الله عليه على طلحة والزبير بالردة. حتى نستيقن أكثر، لأنه قد يقول قائل: لا نأخذ برواية نصر بن مزاحم، هذا كان فيه هوى شيعي مثلا. نأتي بمصدر آخر هو لأحد من كبار أعلام أهل الخلاف وأئمتهم، وهو ابن قتيبة في كتابه المعروف بالإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء، هنا مكتوبهم على المغلف: الإمام الفقيه أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود سنة 213 والمتوفى سنة 276. إذن هذا الرجل من علماء القرن الثالث، وهو أيضا متقدم على الشريف الرضي. ومع هذا نجد أن هذا الرجل من طرقهم هم أخرج هذا الكتاب بعينه بألفاظه، كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية الذي أرسله مع جرير بن عبد الله البجلي، و نجد فيه هذه الفقرة بحمد الله تعالى غير محذوفة. لاحظ، قال في الصفحة 113 من كتابه حسب الطبعة التي بين يدينا، هذه ما مكتوبهم تحقيق الأستاذ علي شيري ماجستير في التاريخ الإسلامي، علي شيري عفوا. زين، قال: وذكروا أن عليا كتب إلى معاوية مع جرير: أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا،
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وإن طلحة والزبير بايعاني بالمدينة ثم نقضا بيعتهما فكان نقضهما كردتهما مرتدان، فجاهدتهما بعدما أعذرت إليهما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب أمورك إلي العافية، فإن تتعرض للبلاء قاتلتك، إلى آخر الكتاب بأكمله. فإذا لاحظوا هنا، نصر بن مزاحم أخرج الكتاب كاملا، ابن قتيبة أخرج الكتاب كاملا وهو من أعلام أهل الخلاف، جاء بعدهما الشريف الرضي صاحب جامع نهج البلاغة وأخرج شيئا من هذا الكتاب كعادته في كثير من الكتب، في كثير من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يقول من، ونبه على ذلك في مقدمة كتابه وديباجته، يقول هذا الذي أنا أخرجته أرى فيه شيئا من البلاغة والفصاحة، فلذلك أنا أخرجه لأنه آية في الفصاحة والبلاغة، فأهمل الباقي، أترك الباقي. فلذا أخرج هذا، ولكن نحن المهم عندنا أن نطمئن أن هذا كلام علي أم لا، حتى نزداد اطمئنانا فوق اطمئنان، لأنه إلى الآن احنا مطمئنين، القضية واضحة، أنتم لماذا جعلتم المحتكم إليه نهج البلاغة؟ بدعوى أنه هذا مطمئن صدوره عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فهذه الخطبة أو هذا الكتاب لما نرجع إلى أصلها نجد فيها فقرة أن طلحة والزبير مرتدة، ولا يسعنا أن نكذب بصدور ذلك عن أمير المؤمنين إذا ما اتفقنا على أن نهج البلاغة هو لأمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأنه نعرف بأن الشريف الرضي إنما انتقى من ذلك الأصل، فكيف لا يكون الأصل ثابتا؟ حتى نزداد اطمئنانا فوق اطمئنان نأتي بشارح نهج البلاغة، وهو ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب كتاب شرح نهج البلاغة، هذا جاء بعد الشريف الرضي ونبه حينما وصل إلى هذا الكتاب على أن فيه فقرات محذوفة وذكرها. شارح نهج البلاغة هو عز الدين أبي حامد عبد الحميد ابن هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي، هذا توفي سنة 656، أي أنه من علماء القرن السابع. حينما يصل إلى هذا الكتاب في شرحه يقول: قد تقدم ذكر هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية بجرير بن عبد الله البجلي، وقد ذكره أرباب السيرة كلهم. لاحظ، يقول كل أرباب السيرة ذكروا هذا الكتاب، وأورده شيوخنا المتكلمون في كتبهم احتجاجا على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة. هذا الكلام إلى آخره، هذا كلام على حسب نظرية المعتزلة، إلى أن يمضي فيقول: والمروي بعد قوله والله ولاه الله بعدما تولى. إلى هنا وقف الشريف الرضي، يقول المروي بعد ذلك: وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، إلى آخر الكلام. ويقول: وبعده واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعترض بهم الشورى، وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله البجلي وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايع ولا قوة إلا
بالله. فإذا لاحظوا هنا أن من جاء أيضا بعد الشريف الرضي بنحو 200-300 عام، جاء هذا الرجل أيضا حينما شرح هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي، نبه على أن هنالك أمرا محذوفا، وأرجع الأمر برمته أي الكتاب كله إلى إخراج واتفاق أرباب السير على إخراجه، وذكر المقطع المحذوف. إذن من كان قبل الشريف الرضي وجدنا فيه، وجدنا النص كاملا. من جاء بعد الشريف الرضي أيضا وجدنا عنده النص كاملا. الشريف الرضي مجرد جاء بالوسط، لأن كتابه في مجال البلاغة والفصاحة، فإنه انتقى من تلك الكتب والخطب والرسائل شيئا ما، وأهمل الباقي. إذن بعد ملاحظة كل هذا لا يمكننا إلا أن نسلم بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد صدرت منه بالفعل هذه العبارة، وأن ما في نهج البلاغة يشير إلى ذاك. هذا الكتاب الذي أخرجه الشريف الرضي في نهج البلاغة، حيث أنه يشير إلى الالتزام بأنه قد صدر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فحين نرجع إلى أصله فإنا نجد تلك العبارة وهي كافية في إلزام الخصم. المشكلة هي في الجهل، عدم الاطلاع، عدم المعرفة. يقولون أين في كلام علي أنه قد اتهم الصحابة على تعبيرهم بالردة لأنهم نقضوا بيعته، وأين ذلك في نهج البلاغة؟ ولا يدرون أنه موجود في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ويمكننا حتى أن نعبر هكذا، أنه موجود في نهج البلاغة، لكن أين؟ في أصول نهج البلاغة. تعال أنت روح شوف من أين جاء نهج البلاغة، تتبع، انظر كل خطبة، كل حكمة، كل رسالة، كل كتاب أخرجه الشريف الرضي في هذا الكتاب عن أمير المؤمنين عليه السلام، شوف من أين أخذه. الأصول موجودة، أخرج تلك الأصول وانظر فيها. فليتلقف المتلقفون هذا الكلام منا، وليصفعوا به جباه هؤلاء. تريدون الدليل على أن علي عليه السلام يرى ويحكم على من نقض بيعته بأنه مرتد؟ نعم، هاكم الدليل، خذوه، ولا يسعك أن تنكره ما دمت قد سلمت بأن نهج البلاغة هو لعلي عليه الصلاة والسلام، وطالبتنا بذلك، أنه المهم من كلام أمير المؤمنين. ولماذا قلت نهج البلاغة؟ لأنه تقول نهج البلاغة اتفقنا عليه. طيب، أصول نهج البلاغة هي هذه، فخذها واصفع بها أولئك الذين يحاولون إبعاد الأمة عن علي صلوات الله وسلامه عليه. هنا قد تسأل سؤالا، تقول يا شيخ هو هذا الكلام يقول إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، ومعنى ذلك أنه يصحح بيعتهم ويستدل بها. هذا أمر أجبنا عنه أكثر من مرة، ولو تأمل المتأمل في بداية كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لزالت عنه هذه الشبهة. انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. هذا كلام أخرجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على سبيل الإلزام للخصم، وهو من شأن البلاغة، من شأن البلاغة في الحجاج أنك تلزم الخصم بما يعتقد، فلا تجعل له مفرا. معاوية كان يتحجج بأنه بيعتك يا علي ليست شرعية وأنا لا أؤمن بها، ومعاوية بكري يعتقد بما يسمونه بيعة أهل الحل والعقد. فأمير المؤمنين يحتج عليه بما هو يعتقد على سبيل الإلزام للخصم، فيقول بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام،
لأنه بايعني أبو بكر، لأنه بايعني القوم نفسهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. كيف أقررت أنت ببيعة هؤلاء ولم تكن بالضرورة حاضرها ولم تكن شاهدها؟ أنت من الطلقاء، فما دمت سلمت بتلك البيعات ولم تتحجج بأنك لم تحضر أو أنت وقومك بالشام لم تحضروا، فعليك بأن تسلم أيضا ببيعتي، لأنها جرت على هذا النحو وهو الحق بالفعل. وقلنا ونبهنا مرارا أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام هذه بعد مقتل الطاغية عثمان كانت من عوام الناس، لم تكن بيعة على أنه إمام مفترض طاعته، وإنما بايعوه على ما بايعوا المتقدمين أبي بكر وعمر وعثمان قبله كخليفة، يعني خليفة رابع هكذا. وهذا هو السر في أن علي عليه السلام في البداية رفض هذه البيعة، إلى أن وجد أن الأمور تضطرب، إن لم يقبل فقبل بها كارها. كارها لماذا؟ لأنه إنما أراد الأمة أن تعي أنه إمام معصوم مفترضة طاعته، فيرجع إليه على هذا الأساس. ما بايعوه على هذا الأساس، الخواص فقط بايعوه على هذا الأساس. ثم إن أمير المؤمنين مع أنه يخرج هذا الكلام مخرج الإلزام للخصم وعلى سبيل الإلزام، إلا أنه كذلك في عباراته لا يعدو الحق، يعني ينتقي العبارات، لأنه بليغ، هو سيد البلغاء، ينتقي العبارة التي تتفق حتى مع العقيدة الحقة. لأنه ماذا يقول؟ يقول: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا. لابد المهاجرين والأنصار يجتمعون، إجماع المهاجرين والأنصار، ولا شك أن من المهاجرين والأنصار الشيعة، ولا شك أن من المهاجرين بل سادتهم أعلام أهل البيت صلوات الله عليهم، فلا يمكن أن يتحقق هذا الإجماع بالصورة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام إلا وأن يدخل فيه الشيعة كعمار بن ياسر مثلا، كسلمان، كالمقداد، ومن أشبه، وكذلك أهل البيت صلوات الله عليهم وهو منهم. وهذا الذي نسميه نحن بالإجماع الدخولي في علم الأصول. هذا الإجماع الدخولي لا شك أنه حجة، لأنه يدخل فيه المعصوم. فبالفعل كلام أمير المؤمنين صحيح، أنه إذا اجتمعوا هؤلاء على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، وإنهم إذا اجتمعوا وكان فيهم الإمام المعصوم فلا شك أنه لن يتحقق الإجماع إلا بأن ترجع الأمور للإمام المعصوم، وإلا إذا ما كانت السلطة قد سلمت للإمام المعصوم فإذا لا يتحقق الإجماع، يعتزل الإمام المعصوم ويعتزل شيعته فلا يتحقق الإجماع. فلاحظتم؟ فإذا على كلا الفرضين كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يصحح شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما على العكس من ذلك يسلب منها الشرعية، مع أن الكلام أخرجه الأمير عليه السلام مخرج الإلزام للخصم، أسلوب الحجاج الإلزامي. على أي حال، هذا بحث أجنبي عن كلامنا. المهم في ورقتنا البحثية هذه الليلة أننا بحمد الله تعالى أخرجنا دليلا واضحا على أن علي عليه السلام حكم بردة مو فقط الخوارج ومن أشبه، وإنما بردة أبي بكر، بردة طلحة والزبير اللذين يعدان عند القوم من العشرة المبشرة، ويقول بصريح العبارة: هذان مرتدان، فكان نقضهما لبيعتي ردتهما، فكان نقضهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن هنا علينا أيضا أن نتنبه إلى مسألة: الردة لها مراتب، كما أن الإيمان له مراتب، الكفر له مراتب. فردة الذي ينكر النبوة تختلف عن ردة الذي ينكر الإمامة.
يمكن لنا أن نعبر هكذا أن الردة حقيقة مشككة كما نعبر بالتعبير العلمي، لها مراتب. فالذي يتوقف عند إنكار الإمامة يعصم دمه إلا أن يرفع السيف فيجاهد. وهذا بحث فقهي مفصل، إنما أشير إليه إشارة عابرة هكذا ردا على من قد يتوهم أنه إن كانوا مرتدين فلماذا لم يحاربهم أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية، لماذا انتظر إلى أن خرجوا عليه. على أي حال، هذا أيضا تفصيل فيه كلام كثير، إنما شاهدنا هذه الليلة هو أن أمير المؤمنين عليه السلام بالفعل حكم بردة أمثال هؤلاء. فاليوم على الأمة أن تبتعد عن هذه الردة وأن تعود إلى ولاية علي صلوات الله عليه، وهي ولاية الحق، والعودة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبذا تضمن الجنة، الجنة مع علي فقط. تفضل. أحسنت سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم ومنا ومنكم للمناظرين في هذه القناة المشبوهة ليأخذوا هذا الدليل ويضربوا فيه جباه القوم الجهلة. نأخذ اتصال من محمد من الأهواز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، عظم الله أجورك. العفو يا أخي، أقدم تعازي إليك وإلى الأخ سماحة العلامة الأستاذ الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله، وأقدم نفسي أولا أني محمد شعاع فاخر، وربما خطرت في ذهن سيدي الشيخ حفظه الله. أقول أنعم وأكرم، أنعم وأكرم، أنعم وأكرم. ولأول مرة بعد طول عناء حصلت على تردد فضائيته واتصلت بها، الحمد لله. وبعد طول سؤال ومناشدة وعناء وفقنا الله بأن نصطاد هذه اللؤلؤة الثمينة. سيدي سماحة الشيخ، هناك أكثر من كلمات، لا كلمة واحدة، من الإمام عليه السلام تشير إلى ردة القوم، منها هذه الفقرة التي سوف أتلوها على سماحتك، وهي قوله سلام الله عليه، قول أمير المؤمنين: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، أن أعطانا الله، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، أو أدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الإمامة إلا بهم، ولا تصح الولاة إلا منهم. أقول قول الإمام سلام الله عليه أن الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، أن رفعنا الله ووضعهم، إذن هم موضوعون في حضيض الشرك، وأعطانا وحرمهم، أعطاهم الهداية وحرمهم منها، ويقول سلام الله عليه أن أدخلنا، هذه الدلالة العظيمة، الدلالة التي لم يلتفت إلى أحد، أن أدخلنا وأخرجهم. ثم يسألهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيقول لهم: أنتم استلبتم منا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية الراسخين في العلم، الراسخون في العلم بهم تجتمع الأمة وبكم تشرذمت، وبهم تعرف الأمة وبكم جهلت، وبكم تؤمن الأمة وبكم كفرت وخرجت على دينها، وبهم مولاي وبهم تؤمن الأمة وقد خرجت من دينها، وبهم تكون فرقة واحدة وتفرقت إلى 73 فرقة، فأين أنتم؟ أين ذهبتم لتبصروا ما جنته أيديكم وما فعلتموه في
في دنيا الإسلام وفي أمة الإسلام التي قضى الله عليها بسببكم لعنة الله عليكم. أحسنت، بارك الله فيك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، ولا تنسونا مصالح دعاكم. سماحة الشيخ، طبعا عرفت الأخ المتصل محمد شعاع فاخر. اسمح لي أخ عبد الله، اسمح لي أحيي سماحة العلامة الحجة البحاثة الأديب السيد محمد شعاع فاخر حفظه الله، وحقيقة هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الصوت الكريم، وهو أشهر من نار على علم، ومؤلفاته وكتبه حري بكل باحث أن يطلع عليها، لأن عليها رواشح النور والعمق والإنصاف، وتتلمس فيها رجلا ملء قلبه الولاء لآل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة. فأنا أحيي في هذه الليلة سماحة السيد، وأسأل الله تعالى له دوام البقاء والموفقية والنصر والتأييد إن شاء الله، وأسأله أن لا يحرمنا من صالح دعائه إن شاء الله تعالى. أحسنت، ونحن كذلك نسألك الدعاء في هذه الليلة الفضيلة يا سيدنا الأستاذ الباحث الجليل محمد شعاع فاخر، بارك الله فيك. وناخذ اتصال من أبو جواد من ألمانيا. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته، أجركم الله إن شاء الله، عظم الله أعطاكم الله أجورك. ولكم الأجر، ونصر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين السلام عليه عليكم. الصلاة وعليكم والسلام. السلام. عندي سؤالين لو سمحتم. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لستنا أم كلثوم سلام الله عليها وزواجها من عمر، نعم. وللأسف سألت كثير من علمائنا وقالوا إنه في منه الحكي هيدا، يعني في قلب الروايات وكذا أولا، نعم. وثانيا قضية علم الغيب عند أهل البيت سلام الله عليهم لو سمحت. نعم. وبارك الله فيكم وأجركم الله إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من أبو علي من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. النبي طالب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أخ أبو علي. حياك الله، السلام عليكم. وعليكم من السلام ورحمة الحار الله. إلى شيخنا العزيز. حياك الله أبو علي، لو سمحت اخفض على التلفزيون وخليك معي على الهاتف حتى لا يطلع صدى. صار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم وبركاته. الله شيخنا، السلام عليكم. قدم لك أني من المعجبين جدا عليكم في السلام حضرتكم ورحمة وفي الله. هذا البرنامج الجميل اللي ينصر شيعتنا به، ينصر الحق على الباطل. عليكم السلام. ألا تذكرني في مسجد الرسول الأعظم، شفتك وشفت وجهك النوراني هذا، حبيت أتمازح وياك ومزاح المؤمن عباده، قلت لك اللهم لعن الثلاثي المرح أبو بكر وعمر وعثمان. المهم أني الله يلعنهم ان شاء الله. اي تفضل. اني حبيت اتكلم بارك الله على عليك. ذول على ذول الجماعه العوج اللي شو ما قارين قران، ذول شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. يا اخي ولعنه، كان عايشه لعنه الله الدائمه عليها من حاربه الامام علي في معركه الجمل وقتلت المؤمنين. لان هذول الجماعه شلون مسميها ست الحسين؟ هم شلون مسميها هي القدوه مالتهم، وهي تقتل المؤمنين واللي يقتل المؤمن ملعونه لعنه الله عليها. انا حبيت يعني في هذه الليله العن الثلاثه اللي باقوا الخلافه من الامام علي عليه الصلاه والسلام. يا اخي همات مقارين قران، بسم الله الرحمن الرحيم. انما بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله على الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم اللي جاب الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، ونساءنا ونساءكم اللي جاب سيد نساء العالمين الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم اللي جاب الإمام علي اللي هو نفسي اللي هو أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من أشجار شتى. إذن ذول هم أولياء الله، تمام لولا؟ يعني إحنا الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها والرفض رفض ما سواها. يعني اللي قال رسول الله نور عين اللي ما يصلي ويموت في نار جهنم وبئس المصير بدون حساب كتاب. لأن ذولا من يقولون سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني إذا ما يقول وآل محمد تبطل صلاته، فإذا تبطل صلاته في نار جهنم إن شاء الله. لأن آل محمد هو علي، لأن اللي ما يحب علي شلون يعني هذا يروح النار، للي يروح الجنة هذا يعني اللي ما يحب علي شنو، أعماله كلهم مقبولة وإن شاء الله ما تنقبل أعمالهم، وإن شاء الله هل امتلأت يا جهنم وتقول هل من مزيد، والأعوج إن شاء الله ما يحب الإمام علي في نار جهنم. أحسنت، بارك الله فيك وتقبل الله أعمالك أخو علي وعظم الله أجوركم. طبعا نشكر الأخ أبو علي على مداخلته وناخذ اتصال من أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أبو حسن. أهلا أخ عبد الله. الله يحييك، حياك الله، عظم الله أجوركم. أول أمر أريد أن أعزي نفسي والسائر المؤمنين بذكرى استشهاد الخليفة الشرعي والإمام الشرعي للأمة الإسلامية. أحسنت، عظم الله أجوركم إن شاء الله. أول شيء كنت حضرت قصيدة قصيرة بالنسبة لجلالة امبارح بمناسبة مصرع عدوة أمير المؤمنين علي. نعم. مش عارف إذا كان الظرف مناسب ألقيها اليوم. والله يعني ما أدري. معلش يا أخي خليها يوم ثاني. إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك أبو حسين وتقبل الله أعمالكم ونشكركم على اتصالكم. عندنا اتصال من الجزيرة المحمدية. نعم، من الأخ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك. كيف حالك يا أخ عبد الله؟ حياك الله، تفضل، عظم الله أجرك. كيف حال الشيخ؟ تفضل أخوي حسن، لأن في تأخير 5 ثواني تقريبا بينك وبين سماحة الشيخ، ممكن توجه سؤالك؟ ياكم الله، أهلا وسهلا. أول حاجة مأجورين على مصاب أمير المؤمنين عليه السلام، عظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة لأم حبيبة زوجة النبي، نعم، هذه كيف وضعها؟ يعني هل هي مؤمنة؟ نعم. نبي تعليق الشيخ. نعم. وبالنسبة لعمر بن الخطاب، نعم، هو قتل، نسمع كثير عن يعني أنه قتل في المسجد ومتوجه للصلاة، نعم، هل هذا صحيح ولا قتل في بيته؟ نعم، نطلب من الشيخ ان ما ينسانا من الدعاء. ان شاء الله تقبل الله اعمالكم وعظم الله اجوركم. سمحت الشيخ، اذا تسجل عندك الاخ حسن من الجزائر ان شاء الله تذكرونا في هذه الليله. ناخذ اتصال من عاطف من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيام المسلمين. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله أخ عاطف، عظم الله أجوركم إن شاء الله. سلام على سمحت الشيخ المستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فأنا متكلم من الجزيرة بس
بصفة عامة. حياكم الله. فعندما دخل الإسلام في القرن السابع. أخوان، التقطيع من عند الأخ ولا من عند الجهاز؟ اي نعم، يا ليت الاخ عاطف يتصل مره اخرى لان الصوت ما ينسمع. ناخذ اتصال من الاخ علي من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. لمصاب ابي الاحرار علي بن ابي طالب عليه السلام. سلام الله عليه، عظم الله اجوركم اخ علي. السلام السلام سلامي لك يا الأخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيخ الحديث، أقصد ملاحظة بسيطة في حرب الجمل. الإمام علي عليه السلام من جماعة أرادوا يأخذون الغنائم من بعد ما نزمت عائشة ملعونة، فالإمام علي عليه السلام ما حل لهم الغنائم، قالوا لا تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم. قال أما أموالهم فحرام، إنهم أخوتنا بغوا علينا. فما هذه النقطة اللي يقول عليها الإمام عليه السلام أخوتنا بغوا علينا؟ إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك وعظم الله أجوركم، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء. وناخذ أبو ياسين من ألمانيا. السلام عليكم. أخ أبو ياسين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسر حبيب، حياكم الله. عندي سؤال يعني الشيخ ان شاء الله يجاوب. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة شيخنا. سؤالي يعني على مود، أنا شوي متحير يعني، إذا نشوف من الناس هاي الله خلقهم كلها أجمعين والله هو أرحم الراحمين، شلون يعني نقدر نغني عن نفسنا اللي 90% من الناس اللي الله خلقهم طبق يعني مذهبنا إحنا في النار، ويمكن 10% هسه أقل له أزيد في الجنة. هاي أكو مثلا أي دليل شلون نقدر نغني عن نفسنا؟ هاي شوي أنا محتار بيها يعني. كل قرن إحنا إذا نشوف كل 100 سنة أكثرهم الناس يعني طبق مذهبنا إحنا في النار وقليلين اللي يدخلون الجنة. هل رجاء من الشيخ يجيب لنا أمثال ودلائل شلون نقدر نغني عن نفسنا هيك؟ نعم أحسنت، وجزاكم الله خيرا. شكرا، حياك الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إخوان، بس لو سمحتوا ناخذ اتصالات الموجودة وبعدين نجاوب على الأسئلة. ناخذ اتصال من الأخ حيدر من إيران. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم وأعمالكم إن شاء الله، عظم الله أجوركم. الله حولك. أود أن أعز جميع الشيعة في أنحاء العالم، وأعزكم وأعز الشيخ الحبيب وكل عمال قناة فدك. وسؤالي ما يخص بورغ البحثية، وهو أن نعرف أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له أولاد، ضمن ضف اسم أولادها قلت أن أدري هل من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هل له من أولاده ذرية ولا فقط من فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. نعم، ونسأل الشيخ الدعاء لا ينسى عن الدعاء إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، الأخ اسمه حيدر من إيران، إذا تسجلون نسمه ولا تنسونا من دعاء هذه الليلة المباركة. الأخ أبو محمد من السويد، السلام عليكم. السلام عليكم.
اخواني اخر اتصال لو سمحتوا بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الاجر مولانا اخ عبد الله عظم الله والشيخ اجورنا الحبيب واجوركم. الله يحفظك حياكم الله ويرعى ان شاء الله. حياكم الله. الله يحفظك. انا بس اريدت عندي طلب بسيط اذا امكن. نعم تفضل. من سماحة الشيخ ان يفرد في محاضرة خاصة في المنحرفين من اصحاب الائمة سلام الله عليهم، وحتى من اقربائهم كجعفر الكذاب وابن عم موسى بن جعفر سلام الله عليه، لان اشباه هؤلاء الان قاعد يظهرون على قناة المستقلة مثل نبيل الحيدري او ما يدعى بالسيد علي الامين. هؤلاء الذين لهم اشباه طبعا في التاريخ، هم اصحاب طبعا كانوا من اصحاب الائمة سلام الله عليهم، وانحرفوا عن الائمة، طبعا كانوا يتجسسون على الائمة عند السلطات عند بني العباس. فنرجو من سماحة السيد الشيخ الجليل عفوا أن يفرد في المحاضرة أو في وقت معين مثلا أن يفضح مثل هؤلاء. نعم. خصوصا ما يدعى بنبيل الحيدري، دائما في المستقبل يفتخر بأجداده وبأبو مرجع وما أدري شنو، وينسى مثلا جعفر الكذاب الذي هو أقرب منه إلى الإمام المهدي مثلا، و بقية الأئمة سلام الله عليهم، أو حتى ابن نوح سلام الله عليه. فنرجو أنه يفرد محاضرة يفضح هؤلاء ويعريهم أمام الناس يعني. وشكرا جزيلا. حياك الله وتقبل أعمالكم. إن شاء الله نوجه طلبك إلى سماحة الشيخ. ناخذ اتصال من أبو محمد من النرويج. اخوان كنترول بس الرقم، انتم بس تشيلونه حتى لا احد يتصل. السلام عليكم. السلام عليكم اخو محمد. الو الو عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم اخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجوركم واجرنا واجرك ان شاء الله. سيدنا مولانا امير المؤمنين تقبل الله اعمالكم. عفوا عندي سؤال لو تكرمتم. تفضل. خصوص انه في حديث الامام علي عليه السلام ما نصه انه قال بشر قاتل ابن صفيه بالنار. نعم. هل صحيح هذا الحديث؟ قصد عرفنا احنا انه يعني حكم الامام علي عليه السلام بالزبير بالرده. جزيلا. اسال الشيخ سماحه الشيخ ياسر الحبيب الدعاء هذا اليوم. احسنت. بشر قاتل بني صفيه بالنار. نعم. قاتل بني صفيه بالنار. نعم. نعم احسنت بارك الله فيك. سماحة الشيخ عليكم السلام، ناخذ شوي نسمع الأسئلة نجاوب عليها إن شاء الله. بالبداية أبو جواد من ألمانيا يقول: هل السيدة أم كلثوم تزوجت من عمر؟ لأن يقول بعض العلماء يقولون بهذا. هناك جواب مفصل على موقع القطر حول هذه المسألة إذا أمكن للأخ الكريم أن يطلع عليه. وقلنا هناك إنه لم ينهض دليل قوي بوقوع هذا الزواج وتوابعه ولوازمه، والروايات التي وردت في هذا الشأن ليست بالتي يمكن الركون إليها أو الإطمئنان إليها. وحتى الروايات من طرق أهل الخلاف هي روايات متضاربة المضامين، وليس فيها رواية قوية كذلك. وثم لا نغفل قول شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي نبه على أن هذا الزواج المزعوم ليس بالذي يمكن التعويل عليه أو الإطمئنان إلى صدق وقوعه، على أنه حتى لو افترضنا أنه وقع فقد نقل كذلك في جملة هذه الروايات التي وردت من طرقنا أن ذلك كان إكراها وفي مقدمات الزواج لا في توابعه، أن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تدخل وزوجها من عمر حتى لا يقوم عمر
بقتل أمير المؤمنين عليه السلام بعدما يدفع 4 شهود للشهادة على علي عليه السلام زورا بأنه زنى والعياذ بالله، فهنا تدخل العباس وفعل ذلك دون استئذان من أم كلثوم ذاتها ودون رضاية من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قبل أن تصل أم كلثوم إلى عمر عليه اللعنة، على حسب هذه الآثار الضعيفة يعني أتحدث، قام أبو لؤلؤ النهاوندي رضوان الله تعالى عليه وأجهز على عمر. ومن هنا قال بعض الباحثين المعاصرين أنه قد يكون ما صنعه أبو لؤلؤ غيرة منه على بنت علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إذا كان الأمر هكذا، يعني إذا كنا نريد أن نأخذ بهذه الآثار الضعيفة ونسلم بالزواج جدلا أو بوقوع الزواج جدلا، فإنه يكون إكراهيا ولا حجة فيه. فالأمر هو على هذا الإجمال، وتفصيله كما قلنا في إجابات موقع القطرة الرسمي، فبإمكان الأخ الكريم أن يرجع إلى هناك. نعم سماحة الشيخ، الأخ عنده كان سؤال ثاني يريد أن يعرف قليلا عن هل الأئمة عندهم علم الغيب؟ نعم صلوات الله عليهم بتعليم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه تعلم هو صلى الله عليه وآله من الله تبارك وتعالى. نعم كانوا مطلعين على الغيب وعالمين به، ولا أدل على ذلك من إخباراتهم في الحوادث المستقبلية، وهذا أمر شائع عنهم حتى في مصادر الفرق الأخرى أنهم تنبؤوا بأمور وظهرت كما تنبؤوا فعلا وصدقا، وكل هذا معناه أنهم كانوا يعلمون الغيب ولكن بتعليم من الله تبارك وتعالى. أحسنت شيخنا. في الأخ حسن من الجزائر يسأل عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هل هي صالحة أم طالحة؟ طالحة منافقة مذمومة في النار. نعم أحسن. يقول كذلك أن عمر بن الخطاب لعنه الله قتل في محراب الصلاة أم في بيته، وما هي التفاصيل؟ منو عفوا السؤال شنو؟ وهو يصلي أم في بيته؟ نعم سماحة الشيخ مرة أخرى أيضا الصوت صوتكم انقطع، نعم. يعني ما أسمعكم جيدا، مو مشكلة. أيضا سمعت فقط آخر كلمة. حسن من الجزائر عنده سؤال، عمر بن الخطاب هل قتل في محراب الصلاة أم في بيته؟ يريد حادثة قتل عمر. اختلفت الروايات التاريخية في هذا الشأن، منها ما يقول بأنه قتل بينما كان يهم بالصلاة، أي أنه وذلك يلازمه أن يكون واقفا في المحراب، منها ما ذكر أنه كان في الطريق إلى الصلاة، ومنها حتى ما ذكر أنه كان هنالك طريق خاص له قد شقه إلى المسجد النبوي الشريف من بيته، ومنها ما يقول أنه لا، حينما كان يتحضر إلى الصلاة، أي كان إما على عتبة بابه أو ما أشبه، قتل هناك وأجهز عليه. فالروايات مختلفة في هذا الشأن، والمضحك في الأمر أنه
المخالفون يريدون تصوير عمر شهيدا للمحراب، يعني أنه هذا قتل كما قتل علي عليه السلام، ولا يخفى الفارق بين الرجلين، فإن علي صلوات الله عليه إمام المتقين، ولم يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله طرفة عين، ولم يبتدع في الدين. أما عمر فعلى فرض أنه قتل وهو يصلي، أي صلاة كان يصليها حتى نسمي أنه كان شهيد المحراب أو أنه شهيد الدين؟ كانت صلاة بدعية، صلاة المجوس التي أثبتنا سابقا ببحث مفصل في هذه القناة المباركة أن هاي الصلاة التي فيها التكفير هي صلاة المجوس، وقد جاء بها عمر بدعية. فالرجل الذي يبتدع صلاته صلاة بدعة، فإذا قتل في ذلك لا يمكننا أن نسميه شهيدا أصلا، فضلا عن أن يكون شهيد الصلاة أو شهيد المحراب. هذا استغفال للعقول. نعم، بارك الله فيك. عندنا الأخ علي من البصرة يقول: بعد معركة الجمل أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يحلل للمؤمنين أو المسلمين أن أخذ القنائم في هذا بعد المعركة، وقوله الشهير في هذا: هم إخواننا بغوا علينا. فيقول: ما مصداق هذه الرواية بأنه قال إخواننا بغوا علينا؟ نعم، هو صحيح أنه أمير المؤمنين عليه السلام هنا أراد أن يفصل بين حكم الكافر المحارب الذي يكون مرتدا حتى عن الشهادتين، وبين من يكون مرتدا وكافرا ولكن عن الشهادة الثالثة ويكون باغيا. أراد أن يفصل العنوانين حتى لا يتوهمن أحد جواز تطبيق آثار ولوازم ذلك الأول على هذا الثاني. عندنا عنوانان، عندنا عنوان هذا المرتد الكافر الذي ينكر حتى أصل التوحيد، أصل النبوة، هذا يسلب ماله في الحرب. أما ذلك الباغي فله حكم خاص، البغاة في الإسلام لهم حكم خاص، وهو عدم سلب أموالهم. مع هذا جاءت الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام أن يسلب أموالهم وأن يقتل مدبرهم وأن يسبي نساءهم كذلك، ولكنه من عليهم كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة لما فتحها. هذا المن أخذ تشريعا للحكمة المستمرة، أي لوجود المقتضي، لوجود العلة، أخذ هذا تشريعا مستمرا باقيا. ولذا أفتى فقهاؤنا إلى اليوم بأنه الباغي لا تحل أمواله ولا يحل عرضه وإلى ما هنالك. فقوله عليه السلام إخواننا بمعنى أنه هؤلاء ما زالوا يتحرمون بأخوة الإسلام، لا نخرجهم عن هذه الأخوة إلا أنهم بغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذه الآية تتحدث عن البغاة، ولكنها سمت كل طائفة بالمؤمنة، ولكن ليس معنى ذلك أن الطائفة الباغية مؤمنة حقا في واقعها. هذه باغية، لا يجتمع البغي مع الإيمان، هذه قضية بدهية. فكيف سماهم الله تعالى مؤمنين؟ سماهم بذلك بدعوى أنه يبقي عليهم الحكم في إجماله حتى لا يخرجوا، لأنهم إن خرجوا عن هذا العنوان صار لهم حكم آخر. وبعبارة أخرى يمكن أن نعبر هكذا، أنه هؤلاء مؤمنون ادعاء أو تنزيلا، هكذا يمكن أن نقول. كذلك أولئك إخواننا ادعاء أو تنزيلا حتى لا يتوهمن أحد جواز سلب أموالهم مثلا في أثناء القتال أو فيما بعد القتال. فعلى أي حال هذه إشارة فقط من أمير المؤمنين عليه السلام لهذا العنوان الفقهي ولهذا الحكم الفقهي،
وليس معناه أن هؤلاء بالفعل مؤمنون وأنهم إخوة حقيقيون في الإيمان، إنما هو ناظر فقط إلى الأحكام الدنيوية لا إلى الأحكام الأخروية، وإلا الأحكام الأخروية كل الأمة في النار إلا فرقة واحدة. معنى ذلك يعني شنو؟ أن بقية هذه الأمة كفار في حقيقتهم وفي موضوعهم، لكن في الدنيا أحكام تختلف. نعم أحسنت. عندنا سؤال من أبو ياسين من ألمانيا، يقول: عندما خلق الله الناس وهو أرحم الراحمين، لماذا نجد 90% من هؤلاء الناس يذهبون إلى النار، وتقريبا 10% أو أقل يذهبون إلى الجنة؟ ما هو الدليل على ذلك حتى نقنع أنفسنا بأن أكثر الناس يذهبون إلى النار؟ يريد الدلائل من روايات أو أحاديث. يعني عندنا كتاب الله تبارك وتعالى قبل الأحاديث، يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. آيات كثيرة في هذا المعنى تنص على أنه الناجي قلة، وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل: تفترق أمتي إلى 73 فرقة. هذا طبعا حديث متفق عليه، يعني عند كل الفرق، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يعني 72 فرقة في النار، يعني أكثرية الناس في النار، أكثرية من يسمونهم الصحابة أيضا في النار، لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هاي الروايات التي تذكر. فالأمر ثابت في الكتاب والسنة أن القلة تنجو، القلة من حيث المجموع. أما أنه كيف يتفق ذلك مع رحمة الله تبارك وتعالى، نقول: نعم، لأن الله عز وجل كما أنه رحيم إنه عادل كذلك، والله وضع شرطا للبشر لدخول الجنة وهو الإيمان، وترك لهم الاختيار. معنى قولنا أنه نريد من الله أن يدخل أكثرهم الجنة، معنى ذلك أنه لا بد أن يقهرهم على الإيمان، وهذا يخالف العدل ويخالف أن الله عز وجل ترك البشر مختارين في الدنيا. يعني لا بد أنه يقهرهم على الإيمان حتى يستحقوا الجنة، ويكون هذا الشرط متوفرا فيه. فإذا قلنا بذلك أبطلنا أن الإنسان مختار. المشكلة هي مشكلة البشر، يعني ماذا نفعل مع البشر؟ سبحان الله، المسيرة البشرية من آدم إلى يومنا أن الأكثرية ينزعون إلى الفساد، إلى الشر، إلى البغي، إلى الظلم، إلى الفجور، إلى العصيان. ماذا يصنع الله تبارك وتعالى مع هؤلاء البشر؟ يظل يرسل إليهم بالرسل والأوصياء عليهم الصلاة والسلام، وينبههم، ويرون آيات الله عز وجل من حين لآخر، لا فائدة، أيضا يظلون. أنا ذكرت هذا الأمر في محاضراتنا السابقة، أنه بالله عليكم شوفوا إيش قد البشر يعني تعساء حقيقة. أنه آدم علي عفوا نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو هؤلاء، يدعو البشر إلى الإيمان ويرفضون، ما آمن منه حسب الروايات إلا 80 شخص تقريبا، مو أكثر من هذا. كان ينبههم، كان يحذرهم أنه سيأتي طوفان يستهزئون به. صار الطوفان أخيرا، صار الطوفان وعم الطوفان كل الكرة الأرضية، وسحقت المدن، وذهبت كل البناء الحضاري الذي بناه الإنسان، التمدن يعني الموجود، كله راح، كله راح. زين، فهذا أمر شهده البشر، هؤلاء 80 الذين نجوا، صحيح؟
مع ذلك تنبئنا الروايات أنه بعدما هدأ الطوفان واستقرت الأمور وعاد البشر من جديد إلى يعني اليابسة وبدأوا يعمرون من جديد، ما مضت سنوات إلا ونفس هؤلاء البشر بدأوا يفتشون في الرمال، يبحثون في الرمال عن الأصنام التي غرقت أو اندثرت وذهبت في الرمال، اللي هي الأصنام التي كان يعبدها الناس في زمان نوح عليه الصلاة والسلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا اقرأوها في سورة نوح عليه الصلاة والسلام. فتشوا في الرمال، أخرجوا نفس هذه الأصنام وعادوا لعبادتها من جديد، مع أنهم يعلمون بأنه هذا هو السبب الذي جعل الله عز وجل يصيبنا بالطوفان أو يصيب آباءنا بالطوفان على أقل تقدير. البشرية راحت بسبب العكوف على هذه الأصنام، إذا بهم ما يعجبهم، بعد فترة هم رجعوا عبدوا نفس هذه الأصنام. ماذا تصنع مع البشر؟ الإنسان متمرد، يتمرد، ما يقبل الله عز وجل، خلص ما يقبل حكم الله، وهذه مشكلة عامة ترى. يعني حتى الآن الفئة التي تسمي نفسها متدينة مثلا، مع الأسف تجد 90% من المتدينين تدينهم قشري وظاهري. إلى الآن عندنا مشكلة كبيرة، أنه نجي لهذا المتدين نقول له يا أخي أنت اللي متدين وتقول أنا متبع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في حكم أهل البيت من حلق لحيته فليس منا، ما يقبل، يتمرد. روايات معتبرة عندنا، حكم ثابت، يحرم حلق اللحية، ليس منا أهل البيت عليهم السلام يقولون. بعد حالق اللحية ملعون، في الروايات موجود، ما يقبل، حالة تمردية، ويناقش ويجادل، وأنه لا يعني وقفت على قضية اللحية الآن، يعني ما يكتمل ديني إلا باللحية، فحت الله شكله مقرر، شنو تسوي؟ المرأة التي تسمي نفسها مؤمنة متدينة تجي تقول لها هذا الحجاب تتصورينه حجابا، ليس بحجاب، هذا مو حجاب شرعي، ما أنتم مو حجاب، يا أيتها النساء اسمعنا، ما أنتم مو حجاب، حجاب هذا قطعة قماش على الرأس ملون ما أشبه، مو حجاب، كشف الوجه وأنت جميلة أو متزينة أو حتى مو جميلة ومتزينة بس ترين أنه أنت تثيرين افتدانا، ما يجوز، لازم تلبسين بوشية، لازم لابد أن تغطي وجهك، لابد، حكم شرعي، قاعدة بلندن، قاعدة بباريس، قاعدة بأي مكان، لازم تغطين وجهك، تقول له ما أقبل، حالة تمردية مع الأسف الشديد. تقول لبعض الناس أنه ما يجوز لكم تمالئون النواصب والمخالفين والمعادين لأهل البيت عليهم السلام، وتقولون مثلا رضي الله عن عمر مثلا أو عائشة أو السيدة عائشة أم المؤمنين، لا، حالة تمردية، نريد أن نكسب الآخر. وهكذا يبتدع البشر لأنفسهم أعذارا ويذهبون دينهم بالمعاذير، كما ذكرت الروايات الشريفة، فقط يتشبثون بالمعاذير، فحالة تمردية، ما يريد أنه يتقيد بالدين، لأن الدين يضع له قيودا، ما يريد أن يتقيد. بعض الناس مشكلتهم في التوحيد، بعض الناس مشكلتهم في النبوة، اللي عندهم مشكلة في التوحيد يعني تمردوا على التوحيد هؤلاء الكفار، بعض الناس تمردوا على النبوة أهل الكتاب، بعض الناس تمردوا على الإمامة أهل الخلاف، بعض الناس تمردوا على إلى أن تصل إلى الأحكام، هاي الأحكام ممن لم يتمرد على الأصول لكن يتمرد حتى على الأحكام، ما يقبل هاي الأحكام، ما يقبل، يجد فيها يعني تقييدا لنفسه. فالمشكلة فينا أيها الإخوة، المشكلة فينا، المشكلة مو في الله تبارك وتعالى، الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة،
الله أوجب على نفسه الرحمة، يريد كل البشر يدخلون الجنة، ولكن ماذا يصنع؟ البشر لا يريدون، لا يريدون الالتزام بالشرائط التي تقتضي دخولهم الجنة، يلتزم بكل شرط بس إذا كان دنيويا. يعني هنا في أوروبا، هنا في لندن أنا أتحدث، فإنك تحصل واحد يقود السيارة ما خال حزام الأمان، ما تجد يمكن حتى 10 من الشيعة، أنا دا أتكلم من الشيعة، تقول له ليش تخلي حزام الأمان مع أنه يقيده، يقول قانون يخالفوني أخذ تكت ويصير علي غرامات، ما أريد أن أدفع غرامات، أو ما أريد أنه سجلي وأنا أنتظر الجنسية وأنتظر كذا وأنتظر أمور، ما أريد سجلي تصير فيه نقطة سوداء، فيتقيد حتى بهذا الشيء مع أنه قانون وضعي موجود، ما عنده استعداد يخالفه. أما أو يسوق سيارة بدون إنشورنس، إلا طبعا اللي يسوقون بدون إنشورنس، بس المهم الطبيعة العامة أنه إذا كان أمرا دنيويا يلتزم به، يخاف من العواقب. أما إذا أمر أخروي لا. كم واحد يهمل صلاة الصبح؟ كم واحد يهمل أنه يصلي في أول الوقت؟ لأنه يعني في الروايات حتى الذي يؤخر صلاته إلى آخر الوقت هم ملعون بلا سبب، هكذا هم ملعون هذا. وهكذا يعني المشكلة موجودة فينا، لو أننا التفتنا جيدا لكان أكثرنا يدخل الجنة. المشكلة ليست في الرحمة الإلهية، المشكلة فينا. الأخ حيدر من إيران يقول: هل للنبي صلى الله عليه وآله ذرية، يعني من أولاده طبعا، أولاده ذرية أولاده، هل من فاطمة فقط أم من باقي أولاده؟ لم يكن لنبينا صلى الله عليه وآله ذرية بقت واستمرت إلا من فاطمة صلوات الله عليها. كان له أولاد وكان له بنات، ولكن لم يبقوا ولم يتناسل منهم أحد. يعني على سبيل المثال كان له القاسم وبه يكنى، أبو القاسم صلى الله عليه وآله وروح فداه، ولكن توفي وهو صغير. كان لديه أيضا ابن آخر أيضا من خديجة اسمه الطيب أو الطاهر، أيضا توفي. كان له إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية عليه السلام، وأيضا توفي. ثم من أحفاده، يعني من أحفاده ما كان عنده غير أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من زوجها أبي العاص بن الربيع، وأيضا هذه ما تناسل منها أحد، يعني ما استمرت الذرية منها. أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها بعد الزهراء صلوات الله عليها لكن ما تناسل، فلم يكن، ليس هنالك ذرية بقت وتناسلت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا من علي والزهراء صلوات الله عليها. إنا أعطيناك الكوثر، أي الزهراء صلوات الله عليها، التي تكثرت منها الذرية الطاهرة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وقال صلى الله عليه وآله: ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي صلوات الله عليه. أحسنت. عندنا الأخ أبو محمد من النرويج يقول: مدى صحة رواية بشر قاتل ابن صفية بالنار؟ نعم، هي رواية معتبرة ولكنها لا تنقض الحكم بردة ابن الزبير، بردة الزبير بن العوام. الرواية تتحدث عن أن قاتل الزبير في النار، وبالفعل تحقق ذلك، وهو أن هذا القاتل فيما بعد صار من الخوارج، خرج على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، صار من الخوارج وقتل فصار في النار. نعم. فالرواية لا تتحدث عن أن هذا الرجل لقتله الزبير هو في النار، وإلا لكان علي عليه السلام اقتص منه.
نحن لا نجد في التاريخ أن عليا عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت حرب الجمل وكان قاتل الزبير موجود أنه راح وقتله باعتبار أنه أنت في النار وأن جرمك هو قتل الزبير فلذلك أنت تقتل، لا تركه على حاله. دار الزمان وقعت معركة صفين، هذا الرجل على حاله، ثم بعد معركة صفين كان هذا الرجل من الذين انشقوا وتمردوا على أمير المؤمنين عليه السلام وصار مع الخوارج فقتل في النهروان، فلهذه الجريمة أنت في النار. بشر قاتل ابن صفية في النار، المعنى هو هذا، أنه جريمته التي استوجب بها دخول النار هي خروجه على أمير المؤمنين عليه السلام وليس قتله للزبير. نعم أحسنت سماحة الشيخ. في سؤال ورد من السيد أحمد أبو طبيخ من برنامج اللي قبل قليل، وأمني أن أوصل لك إياه، هي آية النجوى: يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فيقول في رواية هناك لأمير المؤمنين جاءت في المستدرك على الصحيحين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على حد تعبيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها بعدي، يعني لا ما عمل بها أحد ولا يعمل بعدي، وهي آية النجوى. قال: كان عندي دينار نجواي ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. يقصد آية اللي نسخت، هذه الآية عندما أنزل الله قوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إلى آخر الآية. فيقول سؤاله وبالعراقي يجي يقول: تشا وين كانت فلوس عثمان؟ يعني عثمان وين كانت فلوسه؟ ليش ما قدم صدقة؟ بخل. الجواب واضح، هؤلاء قوم يعني فيهم بخل، وعثمان كان بخيلا، وكان مع أنه كان ثريا بشكل عام، يعني كان وضع المال جيد، لكنه كان بخيلا وكان يحاول أن يستأثر بالمزيد من المال، ولهذا السبب حقيقة كون الثروة عظيمة وكبيرة حينما تولى الحكم وسرق الكثير من بيت مال المسلمين، وأصلا اعتبر بيت مال المسلمين بيت مال أبوه، يعني هكذا أصلا وقف خطيبا ذات مرة، وهذا أحد الأمور التي أشعلت الثورة على عثمان، أنه وقف ذات مرة خطيبا وقال المسلمين بكل صراحة أنه هذا المال الموجود أنا أتحكم به كما أشاء أنا وأقربائي، ولا واحد يتكلم وإلا لأحطمن أنفه بالسيف. مضمون كلام الآن ما أتذكر، موجود في التواريخ حتى تواريخ أهل الخلاف. فهذا من الأمور التي عجلت النقمة على عثمان، فكانوا يستأثرون بالمال، أخذ لنفسه قصرا في المدينة، بنى لنفسه قصرا في المدينة، جعل عليه يعني شيده يعني بالغالي والنفيس، واهتم بوضع الشخصي، يعني كان جدا مهتم، وطبيعته هكذا كانت منذ البداية. يعني أنتوا لا راجعوا مثلا لما بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان عثمان لما يمر والمسلمون منهمكون، من بينهم عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما، أنه في البناء وغبرة البناء وما وكذا، كان يأخذ طرف ثوبه هكذا يضعه على أنفه حتى لا يشم الغبار ولا يتسخ، لا تتسخ ثيابه بالغبار. وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار لعمار بن ياسر أنه يعرض به، فقال: لا يستوي من يعمر المساجد يقوم فيها راكعا ساجدا كمن يحيد، كمن يرى عن الغبار حائدا، إلى آخره، آخر الأبيات. فكان عثمان هكذا طبيعته، يعني إنسان مغرور بخيل في الوقت ذاته، يجمع الأموال لنفسه،
ويرى فيه شيء من التكبر والغرور، حتى أنه في هذه الحادثة ما عجب طبعا هذا الهجاء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له إنا لم نسلم حتى تسب أعراضنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله قد أقلتك إسلامك، فاذهب روح ولي، لا تأتي تمن علي بإسلامك، تريد تشتغل مثل الأوادم تبني حالك حال باقي المسلمين أهلا وسهلا، ما تريد تبني وتتكبر وتتعزز هكذا تحمل بعد الكلام الذي يأتيك. فهي نفسية عثمان هكذا كانت، وكذا نفسية باقي المنافقين. أحسنت بارك الله فيك سماحة الشيخ على جوابك على الأسئلة وعلى ورقة البحث التي لم يرد عليها ولا بكري ولا وهابي ولا أحد، ولكن نسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة كما سألكم الإخوان، ويعني إن شاء الله تكون سجلت الساعة، والإخوان بعد في الكنترول يبلغوني أنك تدعي لهم إن شاء الله شخص شخص أو أخ أخ من اللي يشتغلون معانا. نعم سجلتهم. نعم سجلتنا. أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك، ونشكرك على تواجدك معانا إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء مرة أخرى. وما بقي لي أعزائي المشاهدين في هذه الليلة وهي أول ليالي القدر المباركة وليلة ضربة أمير المؤمنين إلا أن أسألكم الدعاء وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.